رح نروح لآخر فقراتنا. ليلى الابتسامة الحلوة دائماً أهم شيء لكل الناس، ودائماً بدوروا كيف ممكن يكون هالابتسامة جميلة. في كتير ناس بتروح لتصحيح الأسنان، في البعض بيروح لتجميل الأسنان. تماماً سلمى، ولكن الابتسامة الجميلة دائماً في أشخاص بيوقعوا بمشكلات ممكن تكون أنا اليوم حابة موديل هذه الأسنان أو بياض هذه الأسنان لكن ما بيناسب وجهي. صحيح. لنحكي أكثر عن موضوع الابتسامة وتجميل الأسنان والأخطاء اللي ممكن ترتكب اليوم وأيضاً إصلاحها. معنا الدكتور عبد الرحمن زنيقة وهو الاختصاص في طب تجميل الأسنان. أهلاً وسهلاً فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية الكل بيدور على المظهر الطبيعي الجميل قبل ما يدخل بالتجميل مثل ما بيقولوا. كيف أنا بقدر حافظ على أسناني وأعطيه هذا المظهر الجميل؟ هلأ بالبداية خلينا نحكي نحن عنوان تجميل الأسنان هو عنوان كتير مطاط، ماشي؟ لنحكي باختصار شديد على بعدة نقاط عن شو هو تجميل الأسنان ومين بيحتاجه. هلا تجميل الأسنان هو علم، المقصود فيه أو الغرض منه أنك توصلي كشخص لابتسامة جميلة، ما بدي أقول مثالية لأنه المثالية هي عند معايير ممكن ما تناسبك، ما تحبيها، ما تناسب ذوقك. ابتسامة جميلة تكوني راضية عنها ضمن مجتمعك، ضمن الوسط الخاص فيك، ما أنك حاسة بعيوب بشكلك لما بتضحكي أو بالصورة، عرفتي كيف؟ يعني هي معايير الابتسامة الأساسية، عرفتي كيف؟ مالك يعني انه انت بضمن الوسط فيك، مالك حاسة بعيوب، مو ضروري والله لما اعمل ابتسامة او افوت باجراء كثير كبير، عرفتي كيف؟ اي تماما دكتور. لكن كثير سيدات، خلينا نقول حتى الشباب، انا اليوم حبيت على حدا بالعشاشة، حدا من زملائي، حدا حبيت انه انا اليوم موديل هذه الاسنان، انا رحت لعند الطبيب، او اللون ممكن ما بيناسب البشره، ممكن ما بيناسب شكل الوجه او الفم، اليوم شو النصائح وقت الطبيب بدها تلجا المريضه له انه يقدم لها اياها، او ممكن لا انا بدي هيك اذا كانت هي معندي على هذا الشكل اللي بدها اياه؟ هلا كتار بيفكروا انه تجميل الاسنان هو عباره عن اجراء ثابت، بتيجي على العياده بتعمل انت نفس الاجراء وبتمشي. هلا تجميل الاسنان كطبيب بتراجع، يعني بتراجع طبيب مختص بتجميل الاسنان، ما بتراجع مثلا اي طبيب او طبيب عام، طبيب مختص هو بعد ما يدرس حالتك بيقدر يحط لك خطه علاجيه او اكثر تناسب حالتك وتناسب امكانياتك وتناسب وقتك. هلا الفكره انه ممكن انت تكوني مثلا متعنته على لون معين او شكل معين، هلا هي عده نقاط هلا راح ان شاء الله نسهل بشرحها، بس يعني انه الفكره الاساسيه بالتجميل، وانا بعتبرها انه من السلبيات اليوم غلط انه نكون كلياتنا نفس الشيء. يعني مثلا انت عملتي شكل، انت يعني انت كاركتر بنفسك بذاتك بشكلك، عرفتي كيف؟ يعني كل حاله هي 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 شيء مختلف تماما عن الثاني، عرفتي كيف؟ بتلاقي بعض الناس عاملين يعني اربع اخوات الأربع نفس الشكل، هي لابقيت لها، هي طلعت حلوة عليكي، إيش تخدك تعمل نفسك تماما طلع بشي عليها، تماما. عرفتي كيف؟ فالابتسامة مثل ما قلت لك يعني الحالة بتندرس، بيتم نقاش مع الحالة، بنتفق على اللون، بنتفق على الشكل، عرفت علي كيف؟ وبعد يعني استشارة الفينير أو التجميل بشكل عام ما بتاكل أقل من 3/4 ساعة وما بنشتغل، بيتم الشغل بالجلسة القادمة، عرفتي كيف؟ هلا حكيتي لي موضوع اللون، يعني كثير هذا موضوع له موضوع شائك وكثير بنسال عنه. كموضوع لون، هلا الفكره الاساسيه نحن بيسالوا انه اللون والله بياثر على الجمال. هلا السؤال الاصح انه نحن كيف بنساعد المريض او كيف بنساعد المراجع انه لما يجي يعمل ابتسامه ياخذ لون بيناسبه، لانه في احيانا والله في ناس بتاخذ لون كثير فاقع بتحسي انه شاذ او في شيء غلط، عرفتي كيف؟ وفي ناس بيخافوا فبياخذوا لون اغمق او بيغمقوا بالدرجه اللونيه، فبعد ما يركبوا بيندموا، اوكي، وما بيطلع حلو للوش. فيعني الكلون نحن بنحاول ننصح المرضى، ماشي؟ بس بالنهايه هو القرار بيرجع على المريض. يعني الكلون نحن كما في عندك انت مثلا في عندك مثلا انت في معايير لاختيار اللون بالنسبه لك، هلا انت في عندك مثلا من نظره عينك، من شخصيتك، من اسلوبك،
فبيلبق لك يعني اتيكيت معين، لون معين، يعني في عندنا عده مكونات، لون عيون الشخص، شخصيته، لون بشرته، لون اسنانه، هي كلها مكونات. حتى حجم الاسنان كيف. كمان ايه هلا يعني نحن بننصح المريض، عرفتي كيف، بس بالنهايه في نقطه بدي اضوي عليها. هلا كثير ناس والله بتقول لا اللون الفاتح بشع، اللون الابيض بشع. هلا هو ممكن انا ما كنت شايفه حلو، بس في ناس مثلا شو بتقلك مثلا بتكون فايته بحاله نفسيه سيئه او عايشه مرحله سيئه، عرفتي كيف، فبتقلك انا بدي اغير حالي، بدي اغير حياتي، بيحبوا يعملوا تغيير كتير كبير، بيحبوا يعملوا شيء جديد. فبيقلك حاب أنا أغير نفسيتي، حاب إن شاء الله شوف بس غير أسناني تحسن نفسيتي. فأنا لما إيجي وأعمله بيطلب هو لون أفتح له، فأنا لما إيجي والله من مبدأ أنه والله بدي أنصح المريض وبدي أنصحه وأعمله لون، ما أعمله لون فاتح أبيض كتير، فبينزعج وبيحس هالشيء أنه ما بيشبه الشيء اللي هو يعني الشيء اللي بيوصله، هو يعني عنده تغيير في حياته، قفزة. فأنا رجعت عملت له شيء يعني طبيعي، فبينزعج وبيرجع بحس حاله مكسر، عرفتي كيف، بعد ما كان يكون متأمل بهالتغيير. مثل قلت لك نحن بنصح المريض، بس بالنهاية القرار بموضوع اللون راجع له. بدك تسأليني كوجهة نظر شخصية، هلا الأوفر شوي حلو للأنسة، يعني احنا تعودنا على الانثى، بتعودنا على ميك اب، تعودنا عليها حمرة فاقعه، تعودنا انه وش المراه هو عباره يعني عن كاركتر، يعني عباره عن رسمه حلوه، عرفتي كيف، بيكون اوفر حلوه للانثى بالشكل، الشفايف ممكن يكون حلو بالميك اب، عرفتي كيف. اما الرجل نظرت احنا تعودنا عليه على شيء طبيعي اكثر، بياخذ يعني لما اكثر رجال انا بوجهه نظري بحب اعطيه شيء اقرب للطبيعي، شيء يعبر عن رجولته، عرفتي كيف، شيء يعني مو سنان. هلا الصبايا اللون والشكل، الصبايا بياخذوا لون اللون اوفر شوي ناعمه، تصاميم ناعمه. اما الرجل ممكن اقرب للطبيعي، يعني تصميم عبر عن رجولته يحسسه بالثقه بالنفس، عرفتي كيف. اكيد، مع انه في كثير هلا عم نشوف سيدات عم يعملوا هاي الالوان لكن بعد فتره عم يندموا، يعني عم بيحسوا انه ابتسامتهم غير طبيعيه، حتى الناس عم بتشوفهم بهذا الشكل. هل في خط رجعه او لا؟ والله هلا الفكره انا مثل ما قلت لك قبل دقيقتين، استشاره الفينير او استشاره التجميل، ما بدي احصر التجميل بالفينير، بتاخذ معي 3 ارباع الساعه، وبنعرض صور وبنطبق يعني على اللون على الصبيه، وبنحاول تاخذ قرارها، وما بخليها تاخذ قرار من اول مره، بخليها تشوف. مثلا اغلب الحالات لما تيجي لعندي على العياده بيكون في عندي كذا مراجع بالعياده بحكم شغلي بحكم تخصصي، ف 95% من مرضاي هن حالات تجميل، فبيشوفوا مثلا هي الصبيه عامله بهاللون، هي الصبيه عامله بهاللون، بيشوفوا شيء على ارض الواقع، بيشوفوا شيء من شغلي، في عندي انا شيء بطبق على الوش فورا، فهي بتشوف قبل ما تشتغل قبل ما تمد ايدها انه هاللون بيناسبني بيناسب شفتي، عرفتي كيف. عملنا هاللون المعين، عملناه طبيعي، عملناه غامق، عملناه كثير فاتح، ندمت، خط رجعه انه نعمل انه نبدل اللي عملناه كله ونرجع لعمل شيء جديد. ما في قصدك خط رجعه انه ارجع لاسناني العاديه خلاص؟ لا، انه كيف ممكن تصلح هذا الشيء اللي والله لا بالتبديل، نرجع نعيد كلياته، نبدل من اول وجديد. تماما دكتور، يعني اليوم في تقنيات جديده او حديثه لطب الاسنان والتجميل، خلينا نحكي شوي عنها. هلا هي نقطه حاب اسب فيها شوي، لانه كثير بتجينا تساؤلات. هلا خليني احكيها كمرحلتين. هلا نحن لما نحكي عن علاج اي طبيب بشري، لما يحكي عن علاج بيحكي عن الوقايه وبيحكي عن العلاج. يعني انا نحن بناخذ حذرنا من الوقايه، وبس نوصل للمرض بناخذ الدواء او العلاج. فالمفروض نحن اطفالنا من عمر بعد بزوغ اخر سن مؤقت بعمر سنتين ونص نبلش ناخذهم كل 4 لـ6 شهور على طبيب الاسنان، كل 6 شهور لسنه على طبيب تقويم الاسنان. الطبيب الشاطر بيقدر يقيم من عمر صغير اذا الطفل بس يتقدم العمر رح يعاني من مشاكل، ممكن يصير عنده تراكبات فراغات. فمن عمر صغير بيقدر يقيم الطبيب انه انا ممكن يصير عندنا مشكله لبعدين، فانا بتداخل بسيط او تداخل اعتراضي انا رح حل مشكله، انا بكون عملت له تجميل للمستقبل كله.
اما لما نوصل لمرحله متقدمه خلص وصل، فنحن هلا نحن مثل قلت لك نحن صار لازم ناخذ عندنا الوقايه وعندنا العلاج. هلا التجميل ما بنحصر هو والله بس فينير وتركيبات، فينير وتركيبات. هلا ممكن انا تيجي تراجعني صبيه اسنانها بياخذوا العقل، لون حلو وصفة حلوه وكل شيء كل شيء، يعني انا بطلع عليها بخبل بصراحه انه في ناس لحد هلا بتحافظ على اسمه، ممكن بحركه بسيطه، حشوات بسيطه، حركه تبييض، عرفتي كيف، تاخذ النتيجه. في ناس عندهم فراغات او عندهم مرض او ممكن بالتقويم ينحل، عرفتي كيف. وممكن هلا ننتقل، هلا خليني في ننتقل، يعني هلا في عندي انا يعني ما بينحصر هو بس خلص فينير او تركيبات، عرفتي كيف، او والله واحد اسنانه سليمه وجاي يعمل تجميل. بتجينا حالات كثير مدمره، عرفتي كيف، يعني تعبان بيوصل لمرحله، لكن عم نحكي تحت الهواء انه الشخص بيضل خايف لحتى يوصل لمرحله جدا سيئه. فانا التجميل مو شخص ما عنده مشاكل هو جاي يجمل، حتى اللي عمره 60 سنه هذا فينا نعمل له تجميل، عرفتي كيف. ف الطرق الحديثه بالتجميل او الطرق اللي اكثر شيء شائعه هي الفيسنج او الفينيرز. ولا كفيسنج شو هو؟ اللي هو كثير متداول عنا وبسموه وجوه الكومبوزيت المباشره، يلي بيطبق بجلسه واحده بالعياده بساعتين ثلاثه مع مواد الكومبوزيت، ما بدي ادخل بالاسماء العلميه، مواد الحشوات العاديه بنفس الجلسه ساعتين ثلاثه بنطبقها يعني كيف النحات بجيب الجبس تبعه والهي وبيقعد بيرسم الشكل وبيرسم العيون، وعرفت كيف بايده بيكون في فن، يعني فنان. فطبيب التجميل بيقدر بهي المواد بيرسم لك ابتسامه حلوه، ابتسامه مرتبه بوقت قصير جدا. التحضير او البرد الاسنان هو بالحد الادنى، يعني تخشين بسيط لانه في هي الحالات في لها يعني استطاعات معينه، يعني مو كل الاشخاص بينفع لهم، يعني الشخص في حالات معينه بينفع له، فما في داعي لبرد، مجرد تخشين بسيط بس لتلزق المواد على السن بجلستين ثلاثه، بجلسه عفوا بساعتين ثلاثه بكون انا طبقت. وهي المواد طبعا مو مواد عاديه، مواد ممتازه، مواد عالميه. بس يعني هي المواد نفسها وهي تطلعي انت كثير راضيه عن النتيجه، يعني كثير حلوه هي. فبعد المواد نفسها يعني انت طلعتي كثير راضيه، وحتى اول فتره كثير راضيه عن النتيجه. بعد فتره هي المواد نفسها اللي اسمها الكومبوزيت بتبلش تتصدع، تتلون. هي المواد بطبيعتها مع الوقت بتتشرب، عرفتي كيف، على عكس الفينيرز او التركيبات اللي هي فور لايف. التركيبات القشور، الفينير اللي نحن بنسميه اليوم يعني افضل المواد المستعمله هي مواد الايماكس بالقشور الخزفيه، هي ما بتتشرب اللون ولا يعني مقاومه لانه تتصبغ، بتحافظ على لونها وبتحافظ على قوتها، يعني فينا نقول فور لايف، عرفتي كيف. تتطلب تحضير بسيط، اذا بدنا نيجي للمحاسن او لكفه الميزان لمين بتميل، فعندنا اثنين من المحاسن بيروح للفيسنج، واللي هو انه انا وقت قصير او ما وقت قصير عندي خلال ساعتين ثلاثه، ما في داعي انه انا انزل واستنى اسبوع وجلسه واثنين وثلاثه وانطروا المخبري. بنفس الجلسه نحن ساعتين ثلاثه بناخذ النتيجه، والسعر يعني بدك تقولي يقارن بالثلث مقارنه بالفينيرز، عرفتي كيف، والتحضير بيكون اقل. اما مثل ما بنروح للفينيرز فهو كشكل. هلا الفيسن ممكن يضل، انا ما عم زمه، هو يعني كل شيء له عليه، يعني كل شيء له ضريبه، عرفتي كيف، ممكن يضل 5 6 سنين 10 سنين بس ما حيكون بنفس الجماليه هلا ولقدام ولبعدين يلي بتعطيها الفينيرز ايماكس، بيعطيها هي التقنيات كثير حديثه، ما حيكون نفس الجماليه ونفس المحافظه على هاللون. هديك طبعا اغلى شوي، عرفتي كيف، كمساوئ اغلى شوي، بتتطلب ممكن تحضير، ما بدي ادخل شوي علميا بس يعني بين 0.3 0.5 ميلي 6 ميلي، عرفتي كيف، اكثر من هيك الحالات بدها تقلب على التلبيس. انا ما فيني والله اعمل اشياء واروح ابرد من السن، ابرد ميلي ميلي ونص، عرفتي كيف، بده برد اكثر. هل الفكره
أساسية بالفينير أنه أنا ضل ضمن طبقة الميني اللي على السن. طبقة الميني بتراوح سماكتها من النص للاثنين ميلي، فأنا لما بدي حط قشور لازم ألزق على طبقة الميني. إذا راحت طبقة المينا أنا فت على العاج. هلأ بس أنا فت على العاج الفينير ما عاد ارتباطه كتير ضعيف. يعني هي معلومات علمية نحاول إحنا نفهمها للمرضى أحيانا. يعني مبسوط أنه أنا من خلال هالقناة عم بقدر وصل أكثر معلومات. عم نعاني أنا، نحن عم نعاني على على النت، عم نعاني على في استشارات إلكترونية أنه نوصل هاي الشغلات. عرفت كيف؟ بيبعتوا لي صورة، دكتور شو بتنصحني؟ ما في شو بتنصحني. في شيء اللي يعني قلت لك انا ببدايه هالنقطه انه نحن ممكن بحركه بسيطه ناخذ نتيجه حلوه. تمام. فالمفروض ما في انه بعد تبعتوا لي صوره على هي، لا لازم شخصيك شوف. المفروض انت تجي لعندي اقعد احكي معك، شوف شو اللي ببالك، شو اللي بيناسبك، افحص الاسنان، نعمل صور اشعه، عرفت كيف؟ فما في والله انا فورا شو بيناسبني. أكيد يمكن في مشاكل كتير أوقات ما بتظهر من بعيد مثل ما بيقولوا، على الكشف بيبين هذا الشيء. أهم النصائح بختام حديثنا اللي بتحب توجهها لكل الناس حاليا. أهم النصائح هلأ خليها كتع الطبيب. أنا بنصح نفسي، بنصح كل الأطباء أنه المريض لما بيراجعنا ما نعتبره رقم، نعتبره يعني قصة بحد ذاته. عرفتي كيف؟ أنا مثل ما عم بشرح لك أنا إيجابيات بتعمل قشور مثلا نجي نعمل تجميل، ما بشرح لك أنه والله حتطلعي حلو وبتجنني ومعك مدى الحياة برجيك جانب اللي بيجنن. لا، أنا بدي أشرح لك اللي إليك واللي عليك، بشرح لك سلبيات وإيجابيات، بشرح لك الإجراء بيتطلب برد أو لا، بشرح لك الإجراء ممكن أنت نفسك بيزبط معك أو لا. يعني بدي اشرح لك انه كأي اجراء شو ما كان مثل ما له محاسن له تاثيرات جانبيه. ما في شيء مدى الحياه. كثير بتنزل اليوم اعلانات تجاريه مزعجه نوعا ما بتضلل المرضى. اليوم لما تيجي لعندي بتقولي لي دكتور انا ركبت قشور، انا ممكن قديش بيعيشوا معي؟ وسطيا بين 8 ل 12 سنه كقشور، وبين 15 ل 20 سنه كتركيبات. نحن بنسميها تلبيس العام، تلبيس الفينير القشور العدسه تعيش لثمانية إلى عشر سنين. يعني وسطيا كل عشر سنين الواحد بده يبدل. فأنا بدي أحطك بالصورة قبل ما نبدأ الشغل إنه أنت هذا ما رح معك مدى الحياة. بدي يكون صريح معك بكل شيء، يعني إنه هذا مو مدى الحياة. أنت بعد عشر سنين يا صبية بدك هذا تبدلي، فأنت هل قادرة كل عشر سنين تبدلي؟ هل رح تكوني بعد عشر سنين بمكان يسمح لك؟ فنحن بناخذ كل هالمعلومات بعين الاعتبار وبنحاول نكون قدر الإمكان يعني صادقين بمهنتنا، صادقين بالقسم اللي قطعناه. وشكرا جزيلا لكم. تمام. دكتور، من ضمن النصائح بس بدي ضوي على نقطة، في كثير أشخاص بيخافوا من تجميل الأسنان من ناحية البرد، إنه أنا ما بدي أخسر أسناني الطبيعيين يوما ما أنا حبيت فك هي الأوجه أو هي الحشوات وأرجع لأسناني أو ممكن يتأثروا الأسنان. هذا الشيء قديش له خطورة أو ممكن يأثر على الأسنان؟ قبل فترة كان تجميل الأسنان محصور بس إنه بالتركيبات. إنه أنا بتيجي أنتي بدك تعمل تجميل، بدي أبرد كل السن، ممكن توصل لسحب العصب، سحب العصب وأبرد كامل السن وركب التلبيس عليه. هلأ من جديد مع سبحان الله مع التطور الفترة الأخيرة، تطور بيخوف في مجال تجميل الأسنان، وكثير السوشيال ميديا ساعدت على انتشار يعني انتشار التطور. صار الابتسام الحلوة هو حلم لكل صبية بصراحة. عرفتي كيف؟ فنزلت التقنيات الحديثة. هلأ كنت عم بحكي عنها، أنا لما حكيت هلأ على التقنيات الحديثة أنا ما جبت سيرة التركيبات اللي تتطلب كمية برد كثير كبيرة. عرفتي كيف؟ التركيبات انا امتى بعملها؟ اذا اسنانك تعبانه، اسنانك فيها حشوات كثير كبيره، في نخور، بحيث انا بعد ما اشيل الترمات النخور بدي ارجع رمم السن، فانا اجي احط القشره احطها انا مثل ما كنت عم بحكي بدي احطها على مينا سليمه. ما اذا انا قلت لك على العاج نفسه تبع السن ما فيني احط قشور. تمام. فكيف بدي احطها على الترميمات واحطها على اسنان تعبانه؟ التجميل بده يعني كهي بنعمل على اسنان سليمه، ما بدي ابرد. ممكن في حالات معينه بتشكل تقريبا 10 من حالات انا ما يعني ما بحط فينير بس ما بحتاج ابرد ابدا. بس يعني ليك ما بدي غش حدا. ما في شيء اسمه اليوم اختراع بدون برد.
في شيء انا ممكن انا خشن السن يعني انا ما انه مثل السن مثل ما هو تماما يلا بس بحط عليه لاصق وبي لا انا بدي سطح السن هو عباره عن سطح املس مثل كيف البلور املس فانا بدي جهز السطح بعدين لزع عليه فانا هون احنا بدنا نخشن احنا السطح لنحاول ان نخلق بيئه اللي بيئة تشابك ميكانيكية وعن طريق المواد تشابك كيميائي لتضل لازقة طول العمر أكيد يعني معلومات ونصائح مهمة قدمت لنا اليوم شكرا لوجودك معنا شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا يا دكتور يعطيك ألف عافية